اعتبرت القيادية المستقلة من ميليشيا الإخوان ألفة الدباعي الأحد أن محافظة تعز لن تتحرر إلا إذا تم تنفيذ اتفاق الرياض وتسوية الخلافات بين جميع القوى المناهضة للحوثيين، داعية إلى إيقاف المناوشات العسكرية مع الميليشيا بتعز. وقالت الدباعي في منشور لها على الفيسبوك إن المسؤول الأول عن القصف العشوائي الذي يطال المدنيين في تعز من قبل الحوثيين هو الشرعية، مضيفة وعليها العمل الفوري على وقف إطلاق النار.